يا بيخليني روح غير جو ولا طقت روحي من قعدة البيت. فوت على غرفتك، نقبر على غرفتك احسن ما خلي الجنية اللي براسي تطلع وتاكل الاخضر واليابس. ها فوت على غرفتك يلا. والله ما بيصير هالحكي يا رجال، يعني ما حدا عنده ولد وحيد غيرنا؟ اتركه يعيش حياته مثله مثل هالشباب بالحارة، والله حرام. بدي يا عفاف يا عفاف، مالك شايفة الحارة ومشاكلها؟ يعني بدك الولد ينصاب بأزية مثلا؟ يا رجال والله ابننا رياض متربي أحسن ترباية، اتركه يعيش حياته. معقول يعني حابسينه بالبيت لا شغلة ولا عملة ولا طلعة ولا فوتة؟ ايه والله محبوس مثل الحريمات. أنا بعرف، أنا بعرف شلون بدي دبره. شلون؟ بدي جوزه، بدي جوزه بركض أن بيقعد بالبيت ويرتبط فيه أكتر. بتقول بنت عمي؟ ايه بتقول بنت عمك. ليش شبه البنت؟ البنت بالغة وليك ما أحلاها، بعدين أحسن من غريبة. يا بي أنا مو اعتراضي على بتول، بس يعني أنت بتعرف أنا وياها ربينا ببيت واحد مثل الإخوات. اسمعي ابنك قال مثل الإخوات. إيش يعني مثل الإخوات؟ يا ما ناس عاشت مع بعضها وتجوزت وليكن عين الله عليهم جابوا أولاد وعاملين عيال. يا بي أنا بعرف بتول ما رح تقبل فيني من جهة، ومن جهة تانية أنا ماني حاطط فكرة الجازة براسي من الأساس. عفاف عفاف أنت اللي كبرتي براسه. ها ذيكي عم يريد يمشي وبده يمشي كلمته علي. يا بي انا ما عم مشي كلامي، بس انا من وين بدي اصرف على البنت وما في بايدي شغل؟ بعدين انا ما بقش هوك. لا تدمشي، شد بوزك. حقك علي يا بي، انا اسف. انت بدك اياه بس اليوم المساء بتلبس اواعيك وبتمشي معي لبيت عمك صبحي وبنطلب البنت رسمي، مفهوم؟ يا رجال انت فكرت منيح بموضوع جواز رياض؟ يعني والله القصة مو سهلة، مو لعبة يعني. عفاف لا تتدخلي بيني وبين ابني. ها المرة الثانية بتسمع شيء ما بيرضيكي. ابني وبعرف شلون بدي ربيه، وخليني اعرف اشتغل.